قصه التيبون اللي اسفه قصه السيرلوين. في ملك انجليزي كان قاعد بياكل لحمه مره في مأدبه عشاء كبيره جدا، وبعدين اكل حته لحمه عجبته جدا فوقف تحيه للحمه دي وقال لها اطلقت عليكي لقب سير، فبقت سير لاين. ده بجد ده؟ ايوه ريتشارد قلب الاسد، فبقت سير لاين ستيك. حلو ده. ايه رايك بقى؟ جميل. طب الموزه بقى نعملها ازاي للناس؟ زي ما قلنا تبقى بالماسوره زي ما هي، ما نعملش فيها اي حاجه، بنطلعها سليمه. تمام. بنشيل بس الحته الزياده دي، بنشفيها يعني، بنشفيها شوية. وده على فكره عشان بس ندي شكل الصنف زي ما هو. او نخلي شكله حلو. طب والحته اللي فاضله دي نستخدمها بقى في حاجه تانية، مش هنحطها مع خضار مثلا او حاجه؟ موزه، حته موزه، حته موزه. الموزه دي يا جماعه من احلى حتت اللحمه، بحس كده انها عشان ملبسه شويه. ليه بقى؟ بتبقى طعمها حلو. ليه بقى؟ لان هي حته لحمه فيها جيلاتين، ما فيهاش انسجه، اللحم بتاعها ما هواش انسجه زي دي، فعشان كده طري طري وما بيشدش، والجيلاتين اللي جوه بيطري اللحمه وبيسويها جدا حلو قوي. على فكره انت يعني هي طبعا مش سهله قوي، بس انت مخلي التشفيه تبان سهله. هي سهله بس طبعا احنا مش في البيت هنقدر نعملها كده. لا طبعا، عشان نبقى صراحه مع نفسها هنجيبها من الجزار، هنقول له عايزين موزه تركي او موزه بالشكل ده اهي. حلو قوي، مفيهاش اي مشكله، بسيطه جدا. هنروح للجزار ونقول لو ما عرفناش هنعمل ايه، هنستنى الحلقه لما تنزل فيسبوك، نجيب اللينك بتاعها ونروح للجزار نقول له عايزين زي دي بالظبط. ادي الموزه معانا اهي، بعد كده هنلفها بالخيط. استاذنك بس اجيب الخيط من هنا. اتفضل. ادي كده ايه، يبقى احنا هنلفها بالخيط. هنلفها وبعدين. اول حاجه، اول خطوه هنلفها بالخيط. طب ايه رايك نقول المقادير كده واحنا بنلفها بالخيط؟ طيب، عشان الوقت كمان ما يسيبناش. المقادير بتاعت الموزه التركي او الموزه الكندوز، التتبيله بتاعتها بتبقى صويا صوص. ايوه. ملح، فلفل، بهارات، الحاجات العاديه بتاعتنا. ده انا كنت لسه هقول ما دام في صويا صوص مفيش داعي تحطه ملح. لا ليه؟ بحس ان الصويا صوص بتبقى مالحه، بس برضو لازم التتبيله. ونسبه الصوديوم بتبقى عاليه فيها. ما احنا مش هنحط كتير، احنا بنحط نسبه صغيره خالص عشان ناخد اللون وتسوي لنا حته اللحمه. حلو قوي. بس عموما التتبيله بالصويا صوص بتبقى الحقيقه خطيره. طيب تعال نكمل بقيه المقادير. قلنا الصويا صوص. ايوه. وبندي طحينه وعسل. وممكن ندي زبادي يطر معانا، وفي دبس الرمان. ودبس الرمان ده مهم جدا جدا. وبندي بقى ممكن معلقه عسل اسود صغيره ليه. أيوة. عشان عارفه حضرتك لما كنا زمان بناكل اللحمه ونقول عليها اللحمه دي مسكره قوي. طيب احنا ممكن ندي سنه عسل ابيض او عسل اسود، بس هنا بندي عسل اسود عشان احنا محتاجين لون الموزه يبقى غامق شويه. بالظبط. العسل بيدي ايه؟ بيطري اللحمه، وغير ان هو بيطريها بيخليني وانا باكل، عارفه لما كنا بناكل زمان نقول اللحمه دي مسكره. ايوه صح. وبيدينا التست ده. وفي نفس الوقت بيخلي اللحمه تستوي اسرع. طب انت عمال تحط روزماري كده وفي الخباسه من غير ما يقول، خدتوا بالكم؟ لا، وروزماري طبعا. أيوة. كمان. ايوه ده قدامنا اهو. لان وبعدين روزماري ايه؟ وروزماري صحيح يعني طازه، مش مهم مش جدا جدا مع اللحوم الروزماري. ده حقيقي. هو فعلا الروزماري يعني الزعتر يحب الفراخ، اللحمه تحب الروزماري. بالظبط، دي حقيقه. حلو جدا. هو عموما بيدي ريحه حلوه قوي، وبيبقى اللحم طعم اللحمه حقيقي خطير. انا بالشكل ده كده خلاص لفينا الموزه. ايوه. طب انا علمتك اللف ده كتير قبل كده. علمهولي. بس انا للاسف فاشله. يعني بص الصراحه ما جربتش. بالشكل ده كده خلاص خلصت اللف. حلو قوي. لا انت كمان نوع الخيط اللي بتستعمله مش خيط يعني. لا ما هو مش الخيط اللي في البيت طبعا. هو خيط مخصوص. بقت معانا الموزه بالشكل ده. بصوا حتى وهي نيه شكلها حلو جدا، يعني حقيقي حلوه. حطها هنا كده طاجن. في الطاجن. بالظبط كده. وهنبدا بقى. طب وفين اضافاتك بقى؟ لسه هنتبل بقى، بس قبل ما نتبل هنعمل ايه؟ طبعا هنعمل كده كل حاجه تخش وتتوغل جوه اللحمه عشان التتبيله تخش معايا جوه اللحمه طبعا وتستوي معايا. انا بعمل كده كمان لما بعمل الفخده يعني في لو هعمل اي حاجه سليمه لازم اعمل كده. بالظبط. نجيب حاجه انا بقى. حتى السمك كمان نجيب حاجه نتبل فيها او نعمل فيها الماريني بتاعنا. انا بحب قوي افكار تامر الحقيقه، كلها بتبقى مختلفه طبعا لان هو فاهم عننا، يعني هو خبير فعلا لحوم، فبس بتبقى حقيقي وصفاته مختلفه تماما. يعني مفيش مانع ان احنا مره في الاسبوع يبقى عندنا سفره رمضانيه فيها حاجه بنحبها زي اللحمه الموزه اللي احنا هنعملها النهارده.
دي العسل الابيض بحط سنه صغيره ده خالص. ده عسل اسود؟ عسل اسود قصدي. ايوه. حط وبعدين دبس الرمان. دبس الرمان، دبس الرمان ده اختراع، انا مع اللحمه قوي طبعا قوي قوي. اه بيدي تيست عالي قوي. وده الصويا صوص معانا. الصويا صوص. طب كده لما تحط الدبس الرمان مع العسل مش هيبقى الطعم مسكر بزياده شويه؟ لا ولا لا خالص خالص، احنا بنحط زي ما حضرتك شفتي العسل سنه بسيطه خالص. هو فعلا كانت يا دوبك معلقه صغيره. استاذنك في المناديل دي طبعا. اتفضل. سيب يا سيدي. طيب عملنا ايه بقى دلوقتي؟ احنا بنعمل التتبيله بس بننظف مكاننا بس عشان ما يبقاش مكان متبهدل. تتبيله هنحط اي طبق عندنا. حطينا الثلاث حاجات اللي قلنا عليهم وحطينا الملح بهارات اللحمه. بتبقى مجموعه بهارات يعني انا اروح عند العطار واقول له انا عايزه بهارات لحمه. انت عارفه طبعا ان انا مش من مدرسه انه بنقول للناس لازم نعمل كذا. أيوة. او لازم التتبيله كذا. انا بحب الناس تاكل زي ما هي بتحب، زي ما هي متعوده. في صوص من دول حد ما بيحبوش صح يغيروا حاجه تانية مش لازم. وعلى فكره مش ما هواش يعني قانون ان احنا لازم نستعمل كل الحاجات اللي احنا قلناها دي، بتبقى طبعا حسب الاختيار. كل حد يعمل التست اللي هو بيحبه. بالظبط كده. مستنيه تليفوناتكم، مستنيه اسئلتكم. انا عن نفسي عندي اسئله كتير جدا عايزه اقولها لتامر، يعني مثلا ازاي اضمن ان انا ما بيضحكش عليا وانا بشتري اللحمه؟ اه دي حاجه حلوه جدا. طبعا اول حاجه هقولها لك ان حضرتك تتفرجي على حلقاتنا مع استاذه نهى فيها معلومات كتير. الحاجه الثانيه انا بروح اشتري لحمه حاجه يعني لون الحاجه قدامي يبقى باين ان اللحمه تبقى نادره بالشكل ده. صح. يبقى فيها ما يبقاش لونها غامق. ما يبقاش لونها غامق. لونها غامق معناها ان هي اتاكسدت. اتاكسدت يعني تعرضت للهواء كتير وثاني اكسيد الكربون كتير فاتحولت من حاجه لحاجه او اتغيرت شكل اللحم. بالظبط كده. طب استنى ناخد يوسف لان معانا يوسف على التليفون. يا يوسف. الو. ايوه يا يوسف، رمضان كريم. رمضان كريم عليكم يا فندم، عاملين ايه؟ الله يخليك، الحمد لله. كل سنه وانتم طيبين. وانت بالصحه والسلامه يا يوسف. حابب تسال اي سؤال لتامر؟ انا من شاء الله وبحبكم يا فندم. ربنا يخليك يا يوسف، بشكرك بشكرك. بعد ما عملنا التتبيله بتاعتنا ايوه نبدا نحطها بالشكل ده كده. طيب ونتبل الموزه وانت بتاعتنا. بتحطها خليني ارد على محمد من المنوفيه. يا محمد. ايوه ازيك يا شيف؟ ازيك يا محمد؟ الحمد لله. اخبار المنوفيه ايه؟ الحمد لله. احلى فطير في المنوفيه. شكرا. واحلى طب قولي هجيب لك فطير واحسن ناس طبعا. ممكن تدالي انجح؟ يا حبيبي ربنا ينجحك ان شاء الله. انت في سنه كام؟ ست. ان شاء الله هتنجح وتجيب مجموع عالي جدا وتبقى حاجه عظيمه جدا جدا يا محمد. شكرا. هتفطر ايه النهارده؟ ما اعرفش ماما هتعمل ايه. هنفطر ايه يا ماما؟ هتفطر ايه؟ محشي. الله الله الله. طب مش هتعزموني على الفطار مره؟ تنوري. ربنا يخليك وان شاء الله ربنا هينجحك يا محمد ان شاء الله. مين. بشكرك جدا على اتصالك. شكرا يا محمد. طيب عشان الموزه بقى, إيه بقى عشان تبلناها زي أيوة؟ ما قلنا كده عشان ما تنشفش بقى معانا. اه سواء طاجن او صينيه عندنا في البيت اللي متاح موجود. عشان الموزه ما تنشفش واللحمه تسيح. انا هقول لك هتغطيها بفويل. غير ان انا اغطيها بفويل اي خضار موجود عندي في البيت ممكن احطه في الطاجن من تحت عشان المايه اللي فيه تنزل وتعمل جوسي تعمل جوس مع الصوص اللي هينزل. حلو قوي. وتسوي لي اللحم. جميل. ممكن بقى احط طماطم احط بصل احط فلفل اللي متاح عندي في البيت يعني او اللي انا حلو بحبه. حلو جدا جدا جدا. لغايه دلوقتي ده كل ده كلام جميل جدا جدا. طيب و كده الموزه تقريبا خلصت. ايه طيب تامر عمل لنا الموزه الكندوز وقفنا ان احنا هنلفها طبعا بعد ما ايه تبلناها كده بالشكل ده. حلو قوي. نحط الطاجن بتاعنا او الصينيه. ايوه. واروح عامل كده ها عشان اقفلها كويس جدا او اطمرها. أيوة. كويس جدا. حلو قوي. الشكل ده. تقعد وقت قد ايه في الفرن؟ يعني بصي دي الحاجات السليمه دايما نسيبها تاخد وقتها. هي الموزه على فكره بتحب دايما تبقى تطبخ بالراحه كده وبالهداوه عشان تطلع حلوه وملبسه. وبدخلها الفرن على كده. حلو قوي. اسيبها براحتها خالص. جميل. طبعا احنا جايبين معانا نسخه جاهزه عشان الوقت. طبعا. هي لما هتطلع معانا هيبقى من شكلها ايه؟ بالشكل ده. حاجه تفتح النفس بجد يا جماعه. اللهم اني صائم. اللهم اني صائم. طبعا مستويه جدا وهتكون مهريه معانا في التسويه. حلو قوي قوي قوي. العظم والنخاع اللي فيها ده بينزل الصوص اللي جواه فطبعا بيساوي اللحمه اكتر وبيديها تيست اعلى. حلو جدا جدا.